3 2 1 بوم اند وي ار لايف. الاف بي اي عندهم مكتب في كل سفاره موجوده في كل دوله على سطح كوكب الارض. سمعوا يا ربع، ان كانت هناك سفاره امريكيه في مكتبين لازم يكونوا موجودين داخل السفاره بشكل رسمي، مكتب الاف بي اي ومكتب السي اي اي. رسميا الحكومة الأمريكية لما تروح حق الدولة المستضيفة وتقول لهم يا جماعة احنا عندنا سفارة عندكم، وهذا السفير وهذا مساعد السفير وهذه أسماء الناس اللي راح تشتغل بالسفارة، الأمريكان لازم يعطون المعلومات هذه حق الدولة المستضيفة. فالأمريكان أيضا لما يعطون الأسماء يقولون هذا وهذا وهذا ترى يشتغلون عندنا سي اي اي، وهذا 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 ترى يشتغلون عندنا اف بي اي. بعض الأسماء معلنة، شيء بروتوكول، شيء تقليدي رسمي بين الدول. الدولة تقول أنا مستضيفة حين السفارة الأمريكية، يا حبذا أعلم من يعمل داخل السفارة الأمريكية، فيقولون هذا السفير، هذا المساعد ماله، هذين المدراء، هذين الموظفين، هني عندنا قسم الـ FBI وهني عندنا قسم الـ CIA وهذين الموظفينه وهذين الموظفينه. حتى السائق اللي يسوق السيارة حق السفير اسمه لازم معلن حق الدولة المستضيفة. فعادة الأسماء أوريدي موجودة، ولكن خبث الأمريكان وخبث الـ FBI يعطون بس 4-5 أسماء، يقولك هذين راح يشتغلون FBI داخل المكتب الـ FBI داخل السفارة، هذين 4-5 CIA راح يشتغلون داخل مكتبهم CIA داخل السفارة، ولكن العدد 50 هذا جايبينه قال لا هذا سكرتير CIA، جايبينه لا هذا يسوق تانكر، جايبينه يقول لا هذا يسوق يودي أطفال السفير المدرسة كل يوم. وكل واحد فيهم يا جماعة الخير 50 شخص كلهم يشتغلون CIA FBI، أسماءهم معلنة إن عندهم وظائف عادية مو وظائف رسمية مثل CIA و FBI. والكلام هذا ينطبق على أي سفارة أمريكية موجودة على سطح كوكب الأرض، سواء كانت السفارة في روسية ولا في دولة خليجية ولا في شرق آسيا ولا أي مكان في العالم. الحين الـ FBI المفروض ما عنده صلاحيات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الـ FBI عبارة عن شرطة فيدرالية. أنت قاعد في أوكرانيا، شنو دخل أوكرانيا أي جريمة تحدث في أوكرانيا في الشرطة الفيدرالية الأمريكية؟ ما لهم دخل، ما لهم دخل نهائيا. ولكن يحاولون يا جماعة أن يصيرون شرطة العالم، يحاولون يسيطرون على العالم بأكمله. يقول لك لا، صح أن أنت عايش في أوكرانيا، صح أن أنت عايش في فرنسا، ولكن عندك بطاقة ائتمانية، والبطاقة الائتمانية مكتوب عليها فيزا، والفيزا هذه شركة أمريكية، إذن إحنا نقدر نحاسبك ونجي ونحقق ونلقي قبض عليك ونردك إلى أمريكا ونسجنك. لست بزمن بعيد ألقوا القبض على 800 واحد بالطريقة هذه، سنة 2018 ألقوا القبض على المئات أيضا تحت ذريعة رشوة ما رشوة في الفيفا وكرة القدم. الأمريكان أنتوا وين وكرة القدم وين؟ الأمريكان أنتوا وين والفيفا وين؟ أصلا كرة القدم عند الأمريكان لعبة البنات، يقول إحنا ما إحنا الرجال ما نلعب كرة قدم، هذه حق البنات، إحنا عندنا كرة القدم الأمريكية، هذه كرة الرجال، وكرة القدم هذه اقعد شوت بالكرة، هذه حق البنات، هذه مو لنا إحنا. أوكي، إيش دخل الـ FBI بالفيفا؟ يروحون يلقون القبض. إيش دخل الـ FBI تعاطي المنشط عقاقير المنشطات في روسيا؟ إيش دخل؟ فالـ FBI اليوم يا الربع أيديها ممتدة جميع أنحاء العالم، هناك 194 دولة على سطح كوكب الأرض، 190 دولة الـ FBI رسمياً عندهم مكاتب داخل السفارات. بعض الدول العربية وبعض الدول الخليجية مكتب الـ FBI مو بس داخل السفارة، موجود في المطار الدولي. مطار الدولي، المطار الدولي طالع عندك، هذا مكتب الـ FBI والله العظيم، هذا ايش جايب لك توني؟ شو جابك لهوني؟ اي توني شو جابك لهوني يا توني؟ الفلبين، دول اوروبا، تلقى مكتوب FBI. ما يصير، لا يبقى كل دوله شرطتها بروحها، حتى لو انت شرطه فدراليه ما دخلك فينا، شو جابك عندنا؟ احنا عندنا شرطه، عندنا كل شيء، صح ولا لا؟ ولكن ايديهم ممتده يا جماعه الخير، لدرجه انه الحين يحققون مع الواحد ويلقون القبض عليه تحت ذريعة، حتى لو ما لقوا له عذر، يقول أوكي ول أنت في جيبك بطاقة ائتمانية، في جيبك بطاقة بنكية مكتوب عليها فيزا، مكتوب عليها ماستر كارد، إيه أو أوكي
إذن أنت تقع تحت السلطة القضائية الجورسديكشن الأمريكي لذلك نقدر إحنا نعاقبك نلقي القبض عليك ونحقق معاك ونرحلك ونسافرك إلى أمريكا ونقطك السجن هناك. وهذا الـ FBI قاعد يسويه بشكل دوري يا جماعة. الـ FBI داخل أمريكا ما له صلاحيات اللي الـ FBI عنده خارج أمريكا. تكفون انتبهوا. يعني أنا جريمتي مثلا إذا صارت جريمتي أنا في فلوريدا ولاية فلوريدا تعاقبني، الـ FBI ما يجون يحققون. ليش؟ لأن ولاية فلوريدا عندها سيادة، عندها حكومة، عندها شرطتها، عندها مراكز اختباراتها وفحوصاتها، عندها قضاءها، عندها رجال الأمن يسوون هذا كله، يلقون القبض علي، يحققون معاي، يزجوني بالسجن، يحكمون علي، أنفذ المحكومية، أطلع. الـ FBI ما له دخل. الـ FBI فقط إذا أنت عندك جريمة فدرالية، يعني أجرمت في حق القوانين الفدرالية اللي موجودة في واشنطن دي سي، مش حادث سيارة في فلوريدا، سرقة بنك في فلوريدا، سطو مسلح في فلوريدا. الـ FBI ما يتدخل. الـ FBI يتدخل إذا مخدرات، مو أي مخدرات، إذا مخدرات عبرت وراحت على الخط السريع عشان تعدي من ولاية لولاية الآن تصبح فدرالية، لأن على رأس الولايات كلها الحكومة الفدرالية. فإذا أنت عندك مخدرات في ألاباما، ألاباما يحاسبونك. إذا أنت عندك الصنفوف في فلوريدا، فلوريدا يحاسبونك. لكن إذا معاك بالسيارة وعديت الخط السريع من ألاباما لفلوريدا، الـ FBI يتدخل. إذا كميات كبيرة الـ FBI يتدخل. وهكذا إذا حاولت اغتيال رجل سياسي الـ FBI يتدخل. شغلات كبيرة نفس هذه الـ FBI يتدخل. ولكن كل ولاية في أمريكا عندها قوانينها الخاصة وشرطاتها الخاصة. الـ FBI ما تتدخل. من هذا المنحى الـ FBI ما عندها صلاحيات كثر ما عندها في العالم الخارجي. الـ FBI شرطة فدرالية المفروض وظيفتها تحاسب وتعاقب وتحقق مع الناس اللي أجرموا في القوانين الفدرالية الأمريكية فقط. أنت قاعد في روسيا، قاعد في فرنسا، حتى بلاتيني حاولوا يلقون القبض عليه تحت ذريعة الرشوة والكلام هذا، تذكرون ولا؟ حتى بلاتيني ألقوا القبض عليه، قالوا له أنت مرتشي، وأنت إيش دخلكم؟ أنا قاعد في أوروبا وارتشيت من دولة ثانية، أنت إيش دخلك؟ يا جماعة حتى بلاتيني ما سلم منهم، حتى رجال الفيفا ما سلموا منهم. الـ FBI جو ألقوا القبض عليهم. تعال أنت إيش دخلك؟ أنا قاعد في فرنسا وخذيت رشوة من مثلا من دولة الفلانية. أنت إيش دخلكم؟ فعلا يا جماعة ركزوا فيها. إيش دخل أمريكا لما إنسان فرنسي ياخذ رشوة من إنسان مثلا عربي أو العكس من نيجيري؟ شنو دخل الأمريكان؟ الأمريكان يقول لك إحنا نقول لك شنو دخلنا. التحويلات المالية هذه مش صارت عن طريق منظومة سويفت بانك؟ السويفت بانك هذا سويفت منظومة الحوالات العالمية، هذا مقرها عندنا في نيويورك. الحوالات هذه اللي صارت الواير ترانسفيرز، الحوالات اللي صارت من خلال بنوكنا. إذا إحنا عندنا السلطة إننا نلقي القبض عليك. تسمعوني يا جماعة الخير، فالـ FBI اليوم أيديهم ممتدة وتطول من يشاءون. في 190 دولة عندهم مكاتب، في عشرات المطارات الدولية، في بعض الدول الخليجية، بعض الدول العربية، في الفلبين وبعض الدول الأوروبية عندهم مكاتب رسمية. عيني عينك تدخل تكتب مكتوبة الـ FBI. دعم دعم. يعني حين إذا أنت عندك كارت بنك مكتوب عليه فيزا، الـ FBI عندهم نظرياً الـ FBI عندهم الصلاحية إنه يجون يلقون القبض عليك. أوكي هم خليهم ألفون عليك أي قضية مو مشكلة، بس هل عندنا صلاحية؟ عندنا، لأن حطينا أنت عندك بنك، عندك بطاقة بنكية ومكتوب عليها فيزا.